كي تشعلك فكرة إليو تفتح لك شهية، لأنها 100% طبيعية ما تطير منها حتى قطرة، وبزيادة بدون رائحة. طيبك عليه الهدرة، واش ديري يجي بنين مع إليو. طيبك زين إليو، الأفضل يجمعنا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إليو. باه نديروا الخير وعلى جال الناس تحب تدير الخير وعلى جال الناس محتاجة هذا الخير. نتلاقاو كل مرة في الأسبوع في نفس القناة، نفس الموعد ونفس التوقيت، قناة الحياة الجزائرية. مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج دير الخير. هذا البرنامج اللي عنده رقم راهو تحت خدمتكم طيلة أيام الأسبوع، 05 61 32 32 45، وعيد رقم 05 61 32 32 45. تصلوا بنا وتواصلوا معنا عبر هذا الرقم، كذلك إذا لقيتوه مشغول تواصلوا معنا برسالة SMS فيها كل المعلومات اللازمة على المريض. الصفحة الرسمية للبرنامج هي الأخرى، راهي تحت خدمتكم، تواصلوا معنا عبرها. ونذكروا كذلك أنه لفاتوا الأعداد برنامج دير الخير يلقاها عبر قناة اليوتيوب لقناة الحياة الجزائرية مع باقي البرامج. أو في ومشاهدينا يعرفوا أنه كل مرة يحضر معي ضيف باش نوصلوا نداء هاد الناس اللي محتاجة إلى يد المساعدة، وضيفتي اليوم نتشرف باستضافتها هي الفنانة القديرة رانيا سيروتي. أهلا بك سيداتي. وبك عيشك، مرحبا بكم، مرحبا بضيوفنا، ومرحبا أيضا بكل متتبعين تاع قناة الحياة. هذه أول مرة تطلي على محبينك عبر قناة الحياة الجزائرية. أول مرة إن شاء الله ماشي آخر مرة، وربما كذلك أنك أول مرة تحضري هذا النوع من البرامج. أنا كنت معدة برنامج الحقيبة البيضاء. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. سمع على بالك يعني المحتوى وعلى بالك كيفاش تصير هذا النوع من البرامج. نعم الله يبارك فيك سيدة رانيا. إذا دوكا ما رحاش نقول لك أكثر لأنك تعرفي التفاصيل. أول حالة حضرة معنا جاتنا من ولاية سكيكدا، هي لشاب زاد بتشوه خلقي. هذا التشوه خلاه نوعا ما يشوه حياته ويصرى له عراقيل طيلة سنين عمره، لأنه الآن في عمره 18 سنة. قصة أصيل نروح نشوفوها في هذا التقرير ونعود نقولها. كلش كلش يتنفق ويتقيا، قال لي شغل مسكين ما يقدرش يديجاجي كلش، قال لي كيتشعمر كرشو يطلع له لي ستوما، يولي مسكين يخرج فيه على فمه وهك يخرج مع القي مع الخماج. يعني سفره سفره بزاف. والدرك الدرك مسكين، تشوفوا نهار يدخل يقرا كي عاد قريب يدير السيزيام، جاني واحد نهار يبكي هكا، ماما ماما الدراري يلعبوا معايا في البالون هبطوا لي السروال شافوا لاكوش يبكي، تعرف نهار هذاك ما نساهش. تخيل أنك تستيقظ يوما وتجد نفسك غير قادر على قضاء حاجتك، شيء لا يتقبله العقل ولا البدن. فكيف عن حالة الشاب أصيل بوبزيز البالغ من العمر 19 سنة، المنحدر من بلدية عزابة بولاية سكيكدا، والذي ولد بمشكل على مستوى جهازه البولي، فهو لا يقدر على قضاء حاجته سوى بأنابيب. أنا كي ما خلقش بعد خلقت، ما عنديش شغلك من خامج، خلقت طن خامج من هنا بلي باش من هنا قولك. ومن بعد تروح درت عمليه في الجزائر، حل شغلك حلوني من تحت، بعد كيف كيف بعد بقيت مغلوق، بعد ما منشت ليش، بعد زادوا عاولوني نحاول الحم من هنا كما حلول من هنا باش نولي نحكم. بعد كيف كيف بعد ما مصلحت ليش، بعد داوني لتونس قالوا لي تما تصلح لكم من درس عمليه هذه في تونس، زادوا حلوني بعد من التحت، كان في عمرك 10 سنين، زادوا حلوني من التحت وشغل شافوني من هنا كيف كيف بعد ما صلحت ليش بعد. ودركا مازالت كيما راي، بعد ما نقدرش نخمش، خلاص مقفول، خلاص من الداخل. كي عاد عنده باش يدخل يقرا سنه اولى، هضرت مع الطبيب تاعو قلت له كيف يدخل بالليكوش والدري دركا تشوفوا يعقدوه منا، قال لي مادام ما نضمنلكش بلي العمليه ناجحه، قال لي نجربوا نحاولوا الحمام نفخدوا ونحطوا له باش يولي يحكم، وخلق لاستيك هذاك اللي يحكم ما عندوش.
نحلوا الحق الحكيم، نحلوا الحمام فخده وحط له فلانيس هذيك من داخل باش يولي يحكم. على الاخر قعد هو هو. 18 سنة من المعاناة عاشها الشاب أصيل الذي وجد نفسه غير قادر على التحمل، خاصة وأن حالته هذه جعلته معزولا عن العالم الخارجي بعد أن كان يتعرض للتنمر في المدرسة بسبب ارتدائه للحفاظات، ما جعله يتوقف عن الدراسة والبقاء في البيت معزولا وكئيبا. كنت نقل، أنا كنت ندير لي كوش، ما نقدرش أقول لك خامة جديد، كنت ندير لي كوش وروح نقرا. ومن بعد من كي بطلت القرايه شغلك ديما شغلك نزيد ضحك، ومن شغلك نحشم ما نحبش نروح نقرا على جال المرض هذا، ما نحبش نروح نقرا، شم شغلك فيا ريحه مش مليحه، عانيت بزاف ولدوك 18 سنه وانا صابر كيما هكا ونسنى غير في تفرج ان شاء الله. حالة أصيل يبكي عليها القلب قبل العينين، فهل يا ترى من استجابة من ذوي القلوب الرحيمة لمساعدته لإجراء عملية جراحية تنقذه من المعاناة التي يعيشها وتمكنه من بدء حياة جديدة تعوضه عن التعاسة التي عاشها منذ سنين؟ إذن كما كنتوا تشوفوا مشاهدينا، أصيل 18 سنة يعاني من أو عنده خلل على مستوى الجهاز البولي، محتاج إلى عملية جراحية. شفتوا أنه أصيل ما راهش يمارس حياته اليومية عادي، لأنه هذا المشكل ما نقدروش أنه كما نقولوا حنايا نغطوا عينينا عليه. ولا عائلة أصيل راهي حاضرة معنا، الأم الوالدة تاع أصيل سيدة سوريا حاضرة معنا، وحاضر معنا أصيل أخو. نرحبوا بك سيداتي، أهلا بك سيداتي. مرحبا بك اختي، انا ام اصيل، جيت من ولايه سكيده. حكينا اكثر، ربما كنا شفنا في التقرير شويه تفاصيل، ولكن ماذا بينا نطرقوا الى نقاط ولا نتكلموا على حوايج ما كانوش في التقرير. كنتي احنا على بالنا باللي انه اصيل زاد بتشوه خلقي، هكذا بالتشوه، هذا التشوه انه خلانه اعزكم الله ما يطيرش الماء، هكذا حكينا اكثر يعني كيفاش بدات القصه. وكما خلق لي عنده تشوه خلقي في جهاز بول الخشن. خلق مسدود، ما عندوش لانيس هذيك باش يخمج، ما عندوش. خلق مسدود هيك، من بعد حلوه بلابوش منها على جنبه، نعتها نورمال تقدري نعتها. معليش ماذا بينا يعني حاليا دوكا أصيل راهو بلابوش يتمشى. دوكا نحيوها له هاك كان يخمج منها، ومن بعد خدموا له لانيس هذيك، خدموها له، ومن بعد ولا ما يحكمش البول الخشين خلاص. ومن بعد حكيم قال لي بلي ياو خلق بلاستيك هذاك اللي يحكم هو. سما داروا له شحال كان في عمره؟ معليش تعاود تورينا هذه كيما نزاد بعد داروها له كيما نزاد. معليش خليها باش تبان اكثر في الكاميرا. كيما نزاد دور شويه هكا. هاي شحال قعد له هكذاك؟ شحال قعد بها؟ هذه لابوش هذه قعد بها 6 اشهر. من بعد خدموا له لانيس هذيك، قعد عنده 6 اشهر، خدموا له لانيس هذيك وحطوا له فيها شغل هكا حاجه باش ما تغلقش، قعد بها سمانه. ومن بعد نحيوا له البوشون هذاك وهبطوا له المصرانه الخشينه، هبطوها له. ومن بعد ولا ما يحكمش، كي نشوف فيها غير هكا ما يحكمش خلاص. من بعد حضرت مع الحكيم. شحال كان في عمره هذا الوقت؟ هذه 6 اشهر. كي كان 6 موا وكان ياكل عادي، اونفان ما نقولوش ياكل، نقولوا يرضع. هو كي كان بلابوش قال لي يعطيه غير صدرك رداء طبيعية الحمد لله. قال لي ما تعطيش خلاص الحليب تاع رضع هذا، قال لي خطر ما كيشو تعصم وما يقدرش يخمش. هذه من وراء كي عاد عنده 6 اشهر. كعاد عنده 6 اشهر وخدموا له هذيك لانيس، خدموها له وهبطوا له المصرانه هذيك ولا ما يحكمش. ثاني سما قاعد في نفس المشكل. لاستيك هذاك اللي يحكم هو خلق ما عند ربي ما عندوش. خلق تربي ما يسيب طول ما يحكمش خلاص. ومن بعد ولا كيما هكاك وصاني الطبيب تاعو هذا في عنابه. قال لي كي تشوفي كرش وتنفخت سما هذيك اللي خدموها له تتغلق خلاص، تولي كيما تتبوش تتلم الحم خلاص. من بعد يقول لي كيما تشوفي كرش وتنفخت لازم تجيبيه في ساعه، هو عنده 6 اشهر كيما داير. هي تغلق خلاص هكا. فيق لوليدها وما يهدرش وما يشكيش بيبي شهور. هو قال لي كيما تشوفي كرش وتنفخت عرفي بلي تسدت لازم تجيبيه في ساعه. كيما نديه له بعد يدخل له حاشيك واحد الحدايد هكا يسرحوا بهم، هو هكا فاطن كيما هكا.
يدخلوا دوك الحدايد يسرحوا بهم، وزيد بالك ما يحبش الصين نهضر شغل المسكين تصرات المشكل اخر. علاش ما تحبيش تهضري يا سيداتي؟ حنا رانا اليوم هذا المنبر قناه الحياه فتحت لك هديه، فتحت لك هذا المجال باش تتكلم باش توصل نداءك سيدي، وماشي عيب وماشي حرام. صرات مشكل واحد اخر نسولوا وحده من محاشمو كما نقولوا حنايا، مش قاسوا له واحده كيفاش كي داروا له كي هكا يسرحوا قاسوها له. دوك عنده غير واحد شغل خمجت له نحاوها له، خمجت له نحاوها له. ومن بعد كي يعني خطا طبي بقى كيما قاسوها له تنحات بقى بواحده برك. شحال كان في عمرو كي صارت له هذه الحادثه؟ 7 اشهر كيما كنت نديه بعد يسرحوه كيما كيك هكا. وين كنتي تدي سيداتي؟ العنابه. انت يا ساكنه يعني من الاول كنتي تسكني في عزابه تبع الولايه تكيده هكذا؟ اه ونداوي في عنابه. ايه ثم كي كان في 7 شهور يعني كي يعني نقدروا نقولوا من الشهور الاولى وهذا المشكل راهو معاه، بدات المعاناه ديالك معاه. وبعدها؟ وبعد ما قرب يدخل يقرا سنه اولى. كيفاش من صح من 7 شهور لسنه اولى كيفاش كانت حياته؟ ديما بلاكوش ما ينحيش خلاص، سيب طول ما يحكمش خلاص. سيب طول ما يحكمش. ومن بعد كي قرب يدخل يقرا قلت انا كيف ما حيدخل يقرا بلاكوش، ومن عيطت للحكيم يعني الحكيم هذا عاوني بزاف. واش من حكيم؟ داود صالح. وين جاي؟ في عنابه. ايه دائما انت يا سما يعني كي كان كي صرا له هذا الخطا الطبي صرا له على مستوى مستشفى عنابه هكذا؟ لا مش يعني ما بالك كي تبات له هكا مع ضربين. شوفي سيداتي حنا ما راناش نحصلوا في اي واحد ورانا نحصلوا في المستشفى ولا عادي، لانه ما راكيش الاولى اللي جستي في الخطا الطبي، جازوا معنا حالات واحد اخرى صارت لهم اخطاء طبيه، وهذا الشيء ما نقدروش ننكروا لانه في الاونه الاخيره كثرت الاخطاء الطبيه يعني وكانه ولات حتى امر عادي. انت يعني بنفس هو يعني كان سليم كان عنده مشكل واحد رجعنا في مشكلين لانه قلتي لي الحديده اللي كانوا يدخلوها له باش يسرحوا له عزكم الله البول ديالو زادوا قاسوا له جهه واحده اخرى، وهنا وين زادوا وليتنا في مشكل اخر يعني خطا طبي او تهاون طبي نفس الشيء. صح. ومن بعد كي ولا حيدخل يقرا سنه اولى هو بلاكوش بليكوش هكا قال لي تعيط للطبيب قلت لك فاي يدخل بليكوش، ومنا قال لي شغل العملية تاعو صعيبة وما نقولكش تنجح 100%. وين يعني هذه على مستوى عنابة؟ في عنابة. اه من بعد ولا قال لي دوك انا نديرها له وما نقولكش باللي كيما نقولوا تنجح. ما نعطيلكش ما نعطيلكش امل انه راح حيتنجح ولا لا لا. ولا نحلوا الحم نفخذوا نحلوا نفخذوا منه وحط له من داخل باش يولي يحكم. باش يولي يحكم. سما سدها له باش يعود حاشاك يطير الماء عادي. باش يولي يحكم. باش يعاد سيغتو يحكم. باش يولي يحكم ها سمو ما يحكمش خلاص يسيب طول ما يحكمش. ومن بعد ولا له نفس المشكل بعد هذيك الحم مع الوقت ما في الساعة كان نورمال. من بعد كي مدة تقولي واحد 6 اشهر ولا يتقفل كيما بكري. يتغلق من داخل هكا الحم هذيك تغلق له من داخل يولي يتنفخ ويتغلق. يعاود حاشاك يعاود يطلع له البول يعني ما يقدرش يصرح يعاود يطلع له الكرشو. يطلع له حتى الليستوما. يطلع له الليستوما يولي يتقيا. سمع فيه مضاعفات عانيتي معها سيدتي، قلتي لي انه الان حاليا في امل انه اصيل يبرى، في امل انه يولي الحمد لله. قلتي لي انه العمليه الجراحيه تاعو تقام في فرنسا. في فرنسا هكذا تكلفتها او قيمتها 400 مليون سنتيم هكذا. احنا دائما نعاودوا نوجهوا نداء لذوي القلوب الرحيمه اللي راهي تشاهد فينا عبر قناه الحياه الجزائريه والداخل وخارج الوطن، لانه اصيل راح يدير العمليه ديالو الجراحيه راح يديرها في فرنسا، والجاليه يعني الجزائريه في فرنسا كثيره وحنا الكل على بالنا بها. نذكر بالرقم الهاتف ديالو 07 97 25 58 91، وعيد الرقم 07 97 25 58 91. هذا رقم اصيل اللي جانا من ولايه سكيكده اللي يحتاج الى عمليه جراحيه على مستوى الجهاز البولي تكلفتها 400 مليون سنتيم تقام في فرنسا. الناشد دائما كذلك داخل وخارج الوطن، والناشد كثرتها الجاليه الجزائريه سيده رانيا. في بعض الاحيان ما نحتاجوش يعني ما نقولوش ما نحتاجوش كما يقول لك الخير كيجي دائما مرحبا، بصح يعني حتى وان كان ساعات ما ناخذوش بعين الاعتبار المبالغ الصغيره اللي قادره تتجمع، يعني احنا نقولوا مرحبا للناس كامل، اي صحيح. واحد قادر يساعد حتى بمبالغ صغيره راهو ساهم يعني. صح.
ويكثر خيره ان شاء الله. ان شاء الله. وحنا على بالنا 400 مليون سيده رانيا يعني ماشي مبلغ كبير لي يعني يقدروا يلموا هكذا سيداتي. ربما تكلفه العمليه فقط هي 400 مليون وتكاليف السفر وشكون راح يتكفل لك بها؟ ربما فيه نحسب قصدها 400 مليون غير لوبيراسيون ولا الكلش كي تنقلوا وتجوا الاقامه تاعكم تما والمصروف؟ نعم مش كلش. مش كلش هذه العمليه. نعم 400 مليون سنتيم هي تكلفه العمليه. ربما احنا نعاود ونذكر ونعاود ونجدد بنداء السيده سوريا لابنها اصيل انه العمليه راح تقام في فرنسا. احنا ماذا بينا على بالنا والله صدقيني ربما وانت تعرفي انه الجاليه الجزائريه في لما تكون في الخارج رحيمة يعني رحيمه وتولي اكثر احن وتحن لخاوتها. وشفناها يعني في كما نقولوا حنايا في مواقف كثيرة خاصة مع الجائحة كورونا لما كانت الدنيا مغلوقة وفيه كانت عندنا أخواننا في الجزائر ودخلوا لهم وكراوا لهم طائرة خاصة باش يدخلوا لهم البلاد لماليهم. صح. يخلي حاجة كيما هذه على بالي أنه في بيبان راح تفتح لك في إن شاء الله يا ربي في ناس راح تعاونك كشاصوا على مستوى ولاية سكيكدا ولا باقي الولايات اللي راهي تشاهد فينا. حبيت نقول باللي أنا حبيت نتكلم مع أصيل. أصيل نتكلم معك. أنا أقول لك أول حاجة ربي يجيب لك شفاء. ونقول كذلك أنه الحمد لله أنه المرض ديالك فيه أمل أنه فيه تبرة. يعني أصيل قريت في حياتك وين لحقت المستوى الدراسي ديالك؟ أنا كنت نروح نقرأ. إيه؟ كنت شغل كانوا يعطوني واحد الدواء يدير لي لاجياري. نقول لك ما نحبش نروح نقرأ على جاري. نقول لك شري كرشي ديما. نقول لك غير نهبط في القسم. ولا بديت نحب ما نحبش نخرج من الدار غير نقعد في الدار. نحبش نخرج يعني مشكل نفسي. تفضل تفضل. اهلا بك الاخ اسكندر. تفكرت واحد الحكايه صرات له نورمالمون ما نحكيهاش مي نورمال كشغل صرات له في السيام في الغاسيري هذه ما نجبدوش الاسامي. كشغل كان يقعد في الطابله الاولى هو يقعد في الطابله الاولى وكشغل المريض الله غالب كشغل ماشي بيده. اكيد المريض دائما يكونوا حالات خاصه في اي قسم في اي مدرسه. هذيك صح جوستومون بصح الاستاذه كانت ما جبدوش اسامي. ها الاستاذه جاها معليش مشكل كشغل قالت له كشغل كومبلكساتو جوستومون قلت له شي ريحه هادي وكذا حاشاك عزك الله. قلت له ارجع للطابله الاخرى قاعد تشوف الاخر من تما صايا انا عرفت كشغل باللي يعطيك صح من تما كشغل صاي. اسمح لي باك نسقسيك دوك هاد الاستاذه كانت على بالها بالوضع ديالو؟ نورمالمون على بالها كشغل جارتنا. لا ما كانتش عن بالها. ما كانتش عن بالها. يمكن والله الله اعلم قربتوا من الاستاذه وهضرتوا مع بالك هي في بالها تقول لك الطفل ما نقعش ولا بالك صح في بالها يعني ماشي باش ندافع برك على المدرسين بصح في بعض الاحيان بصح والله كومام تفاهم والاتصال سيداتي بصح نورمالمون السياده تكون متعلمه متقفه تعرف تفهم كل ما ديرش ما تهدرش حاجه كيما هذه على بالي انت يا ربما نقولوا داك النيف على لا والله ثاني صح شغل ولكن حاجه صح مش كيس شو خويا اي واحد صرا له هذه لقطك شغل انا واش طالبه من المحسنين يعاونوني برك على وجه ربي. تفضلي هاي الكاميرا امامك سيداتي. على وجه ربي يعاونوني باش يرتاح ويولي كيما الدراري كامل. عم بالك راه متعقد لي صح القرايه ما كملهاش الثالثه ما توصلش مرات كي شغل الفيزيك مو زاد مورال مو زاد راه مورال حبس القرايه على جال هذا المرض تاعو تسمي يقول لك ماما شمو فيا الريحه ومنه كنت حبت القرايه ديالك كان يقرا كنت شاطر كان يقرا شحال كنت تجيب قول لي برك الله يبارك ما شاء الله الله يبارك. شوف من سنه توقفت سمحي لي برك تفضلي تفضلي خذي راحتك وقيلا نحمل هاي ليك سيداتي راهي ليك سيداتي. واش من سنه توقفت؟ ها؟ ثالثه متوسط. ولو كان يعني دوكا تبرات عاود ترجع قرايتك راك حاب تعاود تولي الميكرو فقط تعاود ترجع؟ رجعوني نرجع نقرا انا شغل كون نجي انا الاول في القسم بعد راك شاحنا خلاص قالنا ربما ما خرجش الصوت قالنا باللي انه اصيل كان يجيب 13 14 المعدل هكذا اصيل كان يحب القرايه المرضيه نحب نقرا خلاص الله غالب رجل اكول اكثر معليش شوف انا اصلا انت في عمرك 17 ولا 18 سنه انا دائما نقول انه الدراسه ما عندهاش سن معين يعني تقدر تقرا في العشرين 30 40 الصحه هي الصح لما تعود صحتك تعاود تولي وكاين بزاف ناس قراو وكملوا يعني بار كورسبوندونس يعني كملوا بالقرايه ديالهم بالمراسله. على ما فكرتش تعاود تقرا هكا بالمراسله اصلا ما حبيتش دوك ما زلت
على ما حبيت حديد عادي اصيل. ربما هذه الحاجه احنا نقول لك باللي تقدر الاراده تفعل المستحيل هكذا اصيل ان شاء الله. احنا على كل حال منا اليوم نلقاو محسنين انه نمولك المبلغ المطلوب، وعلى بالي انه فيه محسنين كل مره راهي هنا حاضره معنا، يعني كما نقولوا حنايا تساهم بالشيء اللي كان بدعاء بكلمه طيبه باللي تقدر كما نقولوا حنا وكل واحد ومقدورها. سيده رانيا منين داك نطيحوا في ناس والله كما نقولوا حنا خدامين يعني الخدمه تاعهم يوميه، المصروف تاعهم يومي، وتلقيهم يتواصلوا معاك وكيفاش نقدروا نعاونوك نتقاسم معاك بشويه حتى وين نوصلوا. يعني بالنسبه للجزائريين معروفين في هذا الجانب، يعني حتى وان كان واحد يقول لك انا ما جو سوي باريس بصح معليش انا ما عنديش لي موايان بصح هي نشارك حتى ب 100,000 بصح ما تجيبيش خبر باللي هاد الناس كامل انا الله يبارك رانا قاره كل واحد شويه 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 نقدروا نطموا له. يعني صح. لو كان كاين واحد عنده لي موايان كثر سي اونكور ميو، بصح كي تكون هكذا كما يقول لك في الاتحاد قوه ياك الحاجه البازيك. ونزيد نقولوها بالدرجه تاعنا المعاونه تغلب بالسبع وتتلم ان شاء الله المبلغ ديالو سيداتي وتبرى. وربما فكر في هذا الامر اليوم كي تدخل لداركم، عاود فكر عاود استرجع، لانك الله يبارك 13 14 سنه انتوما كيما نقولوا حنايا اللي راحوا تبنوا الجزائر تصبح اطار من اطارات الدوله. واش كنت حاب تخرج ولا واش راك حاب تخرج اصيل؟ كنت حاب نخرج استجاد بعد. نعم كنت حاب نخرج استجاد. استاذ حتى حاجه ما صعيبه، حتى حاجه ما صعيبه كي اليوم. تكون استاذ قول لي برك. عجبتني شغلك امام الاساتذه جاي كنت حابها. ولو كان يعني طاح لك موقف هكذا تعطيف المريض كيفاش تستفيد؟ ما عرفتش نتعامل معاه، مش نقول لك يحس بالجمره غير لك. صحيح صحيح تسمى صح. كي تجوز على حاجه تعرف هذاك الانسان ربما يحس حاجة. ربما ما ديرش الغلطه اللي دارتها الاستاذه ديالك انها حشمت واحد كان مريض وما ماشي مريض، يعني فيه هادو درادي وتصرى كيما نقولوا حنايا منين داك يصراو هكا غلطات. وعلاش يقول لك التربيه والتعليم؟ يعني التربيه تسبق التعليم هكذا سيده رانيا. راهي في مؤسسات صرات له كان يقرا في عمر 10 سنين حيد دي سيزيام تما صرات له كاد يلعب بالو مع الدراري في الساحه وواحد هبط له السروال وشافوا بلاكوش. من بعد كي شافوا ولاو يعيطوا عليه ويقولوا ندير لاكوش ندير لاكوش، جاني يبكي في حاله قال لي يا ماما شوفي دراري واش يقولوا لي وديك. ومن بعد رحت هضرت للاستاذه تاعو هضرت بلغتيها قلت لها واش داروا له واش داروا له حكمتهم؟ قالت لي حكمتهم تحكي لي. قالت لي قلت لها ماذا صديقك مريض لازم تما تديروه وتعاونوه من تم والله ما زاد هضروا له هضره. اي هما يتفهموا برك يعني شوفي اطفال ما تقدريش تلومي عليهم هما هذا داخل في المجال تاع اللعب تاعهم. بصح على قلت لك الاستاذه سكو على بالها باسكو الانسان كيكون عارف وحنا حاولنا كيفاش ناطروا عليه ونفهموه الوضع يتعاطف وكي يتعاطف معك راح يعاونك اكيد باسكو معروف الجزائري كي يتعاطف مع كانسان ديجا ماشي غير جزائري كانسان يتعاطف. يعني 10 سنين صغار يعني في القيمه بصح انا نقول لك دوكاتك اصيل راهو 18 سنه كل فتره ولا كي مرينا كي كنا صغار كانت عندنا ان كومبلكس ولا تعرضنا لمواقف معينه كامل قبل مرض حرج فوالا حرج كي تفكرها كي تفكر حوايج صراو لي يجيني احراج هكذا نقول بصح بورتون مانيش مريضه مي بصح كي كنت صغيره صراو لي امور. يعني هذه كنت لازم تحفزك وتخليك يكون عندك القلب وتزيد الاراده باش دير حوايج. انت يماك معليش هي دارت اللي عليها باباك تانيت الاسره تاعك كامل المحيط تاني كان يشوف المدرسه في يمكن الحومه بصح انت تانيت من جهتك لازم تاني يكون عندك اسهام. يعني لازم انت تحاول كرجل دوك الله يبارك 18 سنه كرجل لازم يكون تانيك تحاول كيفاش تكون عندك اراده وانك تتصدى لهذه الامور النفسيه تحاول. وحاجه اخرى بالنسبه للمساعدات من عند ربي ان شاء الله. ديما يقول لي انا الحاكم في ربي وما يقلق لكش باين الله يبارك الله يبارك ديما عبالك في الليل كي نسمع ويتوجع يصرال والوجاع هذاك في كرشو كي تتنفخ نسمعوا في الليل هكا يدير ونطلع عليه نقول له اصيل وش بيك؟ يقول لي ماما حد شيء هو يتوجع بالدرقة اللي ما يحبش يبين لي. يقول لك ما يزيدش على ماما ما يزيدش على ماما ما يزيدش عليها. انت ثاني سيداتي انا نقول لك انه هادو كاع في ميزان حسناتك. نفس الشيء بالنسبه لك اصيل انا نقول لك انت حان الوقت انك تغير حياتك بهذا الامل اللي راهو عندك بهذا الصبر لانه الله سبحانه وتعالى موجود. تكون عندك شويه اراده انك تبني حياتك لانها نفس الشيء انا ما نشوفك كيما انت كيما واحد اخرين
لانك ما راضيش نشوف عندك مرض ما عندوش حل، نقولوا الحمد لله. هكذا سيداتي العلم راه تطور وعندنا وكاين حل. الفات اللي لقيت الدواء ديالك والفات اللي لقيت باللي انه فيه علاج للمرض ديالك، هذا الشيء مفرح. يعني ما تقعدش تركز كثرتها على 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 المرض تاعك، ركز على اهدافك، ركز على مشاريعك، دير مشاريع اهداف، خطط من الان، وهذه باذن الله سبحانه وتعالى انك تبرى وتشفى. وكذلك باذن المشاهدين او صح القول المحسنين اللي راهم يشاهدوا فينا، ان شاء الله يلموا لك المبلغ المطلوب، هو 400 مليون سنتيم. العمليه راح تقام في فرنسا. الرقم سيظهر اسفل الشاشه للعائله، نعاود نذكر به 07 97 25 58 91. 400 مليون سنتيم هو يعني قيمه العمليه، ولكن تقعد مصاريف السفر ومصاريف كذلك التنقل والعلاج هناك والاقامه. احنا دائما نوجه نداء الى كل واحد راه قادر يعاون اي شخص داخل وخارج الوطن، كان شخصا عاديا وكانت مؤسسه، اي واحد او مستشفى او ربما كذلك في العلاج ديالو على مستوى الوطني. اسكو هل جربتي انك تشوفي؟ جربت ميمت الجمعيه بعد الدوسي الاطباء قالوا له يعني حاله صعيبه. الحاله صعيبه يعني العلاج تاعو راح يكون في فرنسا. ان شاء الله يا ربي. انا نخليك توجهي في اخر الفقره، نخليك توجهي نداء او نخلو اصيل وجه نداء للناس اللي راهي تشاهد فيك. نطلب من المحسنين الشعب الجزائري كامل يعاونني، واللي ما عندوش يعاوننا بدعوه خير واجركم على الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا لك اصيل، الشفاء العاجل. ثاني خلي الام ديالو تقولي كلمه اخيره. سيدتي نطلب من المحسنين يعاونوني على وجه ربي. هاي الكاميرا يا ربي يعاونوني بك على وجه ربي، خاطر ما عنديش حتى واحد يعاوني غير ربي وهما. سبحانه. ان شاء الله ان شاء الله في اخر دائما في اخر فقره وكل مره نتمناو انه يكون فيه صدى، واكيد راح يكون فيه صدى لانه القلوب رحمه ما زالت، لانه الجزائريين ما زالت، لانه على بالنا باللي الجزائريين ما يرضاش على اخوه يتقاسم معاه اللقمه اللي كاينه يتقاسمها مع اخوه، وهذا ما نتمناوه. تفضلي يا رضيا. سمحي لي زيد فضلك برك، حبيت نعرف اسكو كاين يعني ان كونت اللي مخصص لهذا الشيء، ولا يتصلوا بكم مباشرة يعني يكون التبرع المباشر يعني لا نقدا ولا لا؟ لا شوفي حنايا قناة الحياة أو بالتحديد برنامج دير الخير دائما نخلوا رقم هذا الناس مباشرة. الناس اللي تحب دير الخير تتواصل معاهم مباشرة، دونك تحب تمد لهم اون اسباس ولا تبعت لهم في لو كونت سي سي بي هي ومقدورها، لأنه نعاود نذكر ونفتح قوسين إذا أمكن أنه فيه ناس استغلت هذا الناس ولا تعيط لهم باسم قناة الحياة وتقول لهم باللي بعثوا لنا زعما بعثونا مليون ولا زوج ملايين وحنا نقوموا نكملوا لكم باقي المبلغ. داكور. وتكلموا بها على بها احنا دائما نتبرأ من هذا الشيء، وعلى بها نخلوا دائما الكونتاكت الاتصال مباشرة مع هذاك المحسن اللي راهو حاب يدير الخير في هذا الناس، والناس هذه مع هذا المحسن وكما نقولوا حنايا ويبقاو على تواصل. ان شاء الله. مشاهدينا بهذا وصلنا الى نهاية الفقرة الأولى، نروحوا إلى فاصل ونعاود نولوا مع حالة ثانية. تفتح لك شهية لأنها 100% طبيعية، ما تطير منها حتى قطرة، وبزيادة بدون رائحة، طيبك عليه الهدرة. واش ديري يجي بنين مع إليو؟ طيبك زين. إليو الأفضل يجمعنا. رجعنا لكم مشاهدي قناة الحياة الجزائرية في الفقرة الثانية من برنامج دير الخير، هذا البرنامج الأسبوعي اللي يطلع عليكم مرة في الأسبوع دون حساب الإعادات. برنامجنا عنده رقم راهو تحت خدمتكم كذلك طيلة أيام الأسبوع، سيظهر أسفل الشاشة 05 61 32 32 45. كذلك تقدروا تتواصلوا معنا عبر هذا الرقم بإرسال رسالة SMS أو رسالة نصية فيها جميع معلومات المريض.
الصفحة الرسمية هي الأخرى، تقدروا تتواصلوا معنا عبرها وستظهر أسفل الشاشة. نذكر أنه تحضر معي اليوم الفنانة القديرة واللي تشرفت مرة أخرى ونعيد ونقولها باستضافتها السيدة رانيا سيروتي. أهلا بك سيدتي. الله يعيشك يسلمك، وأهلا بكم أنتو كامل. يسلمك يعيشك. رانيا، سيدة رانيا، عندنا حالة واحدة أخرى جاتنا من أقصى الغرب الجزائري، الغزوات للشابة مريم 34 سنة. مريم تعاني من مرض سكوليوز، هذا المرض خلاها أنه تقعد أو تكون يعني ما نقولوش طريحة الفراش، ولكن تحكم مكان وتولي مقعدة على الكرسي المتحرك. مريم راهي حاضرة معنا اليوم، والأم ديالها والأخ ديالها، مرحبا بهم. أهلا بك سيداتي. أهلا بكم ومرحبا، وتشرفوا بكم جميعا، وشكرا للاستضافة. شكر يعني الشرف كله لينا ومشكورة كذلك، وإحنا هذا أقل واجب نقدر نقدموه لكم ليكم والمريم خاصة اللي رانا حابين نسمع صوتها. أهلا بك مريم، أعطيها الميكرو. مساء الخير مريم. أولا وقبل لكل شيء السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك للأخت الفضيلة على استضافتك في هذه الحصة، اللي بيكون بعلمك باللي أول مرة أول حصة تستضيفني هي حصة ديال الخير. وإحنا متشرفين بذلك مريم، والدار دارك هكذا مريم. وإحنا ماذا بينا، إحنا ماذا بينا اليوم أنه نداءك يوصل للجميع الجزائريين هكذا مريم. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا جيت على أمل، بجيت مسافة من ولاية تلمسة دائرة الغزوات حتى الجزائر العاصمة، عندي أمل كبير وكبير بزاف بزاف، باش نلقى قلوب رحيمة تشوفني وتعاوني، وإن شاء الله ندير العملية ونبرو ونتنم هذا العذاب اللي راني فيه. إن شاء الله يا ربي، بجرعة أمل، بجرعة طاقة إيجابية نبدأ الفقرة الثانية من مريم. اليوم غيرتينا أنت يا المنحنى، بدينا بالأمل مباشرة. إن شاء الله تبراي مريم، لأنه مريم محتاجة إلى عملية جراحية تقام بتركيا، تكلفتها 400 مليون سنتيم. نذكروا أنه دائما المبالغ صغيرة لأنه الشعب الجزائري كبير، ولما يتحدوا أكيد راح يصغر رقم المبلغ أو اي حاجه يعني تصغر دائما بالاتحاد هكذا مريم. 500 مليون. 500 مليون. الحاله الاخرى 400 مليون. نعم اعتذري، اذا 500 مليون خلاص. انت يعني كتلمو بعثتي لي واحد الطاقه هكذا ايجابيه حتى نسيت فرحت. و 400 مليون 500 مليون هكذا مريم. انا حبيت نرجعوا ربما تحكي لنا، نخليك انت ولا الوالده هكذا، معليش نخلوك تريحي شويه. سيده خيره، مريم لما زادت عادي عاديه، وهي تسبب لها سقوط كما نقولوا طيحه في صغرها. شحال كان في عمرها كي طاحت؟ بيبري كانت عندها 8 شهور 9 شهور. داك كانت تددش؟ لا كانت عاد بيبيه. اها عاد بيبي، انا ما فقدنا لهاش. كيفاش طاحت سيداتي؟ طاحت من السرير، من البنك، من السرير نتاعها. ايام منين هذاك احنا عرفنا بلي هذيك هي الطيحه اللي تسببت لها في هذا الشيء، في هذا المرض اللي راها فيه. هي في السنوات الاولى ما فقنا لهاش، كي ما فقنا لهاش بقات تكبر، كي بقات تكبر هذاك المرض ديالها بان، بدا يتعوج، بدا يبان، بدات تتمشى وتطيح، تتمشى وتطيح. ديتها للطبيب، كي ديت لها للطبيب ايا دار لي واحد البريه، قال لي ديرها هذا كيسميوه المستشفى الجامعي بوهران. ايا ديتها، كي ديتها قعدت تما شهر معاها. هي واش داروا لها؟ داروا لها شحال كان في عمرها ذاك الوقت؟ كانت عندها ولك 3 سنين ابيبري كيما هكاك. ايا كي ديتها داروا لها، واش داروا لها؟ داروا لها مساج. ما شخصولكش الحاله تاع الابنه ديالها؟ لا لا لا، هذا هو الشيء اللي داروا لها. واش قالوا لك؟ واش كانوا يقولوا لك؟ قالوا لي ما قالوا والو، قالوا هذيك بزاف، حتى مده سنين، قالوا زعما غير المساج وتاكل خبز الدوره. كيفاش خبز الدوره؟ خبز الدوره، مايز. مع المايز، انا على بالي نوع من الخبز يتسمى خبز الدوره. هذاك اللي كنت ندير لها في المستشفى، نعاود نديها، عاود ليله
واحد البلاصه حدا تلمسان يقولها البريه. كانت تاكل نورمال عادي؟ لا تاكل نورمال يعني تمارس تمارس يعني كيما كيما اي طفل صغير عادي يعني شي نورمال. اي بدا ما دار هذاك المساج وهذا ما دار لها حتى ما جابت حتى نتيجه. قعدت تكبر وقعدت تكبر وتطيح تكبر وتطيح. هي بدات تكبر وكانت ما بداتش تمشي. اجا سمحي لي اخت الفاضله كانت تتمشى. هي كانت تتمشى عادي بصح المشيه ماشي زعما كيما نقولوا على الوزن. ايوا هي منين هذا بدات عاود صبعتي هي تحت تمشي على صبعتها رجليها. في الاول بدا واحد الرجل ينقص في الاول شويه شويه عاود بدا الثاني كي هذا. بقيت نجروا عليها كي بقيت نديرها التلمسانه مشيت ديتها عند الطبيب. واش واحد طلب لي واحد المبلغ كبير ما قديناش عليه باش نوفروه له. ايا عاود قعدنا شويه عاود مشينا عند واحد الطبيب واحد اخر باش اقترح علينا كيما نقولوا يديروا لها بريزون شارج باش تمشي لترونجي يعني في فرنسا. ايا وقال لي انا ما نقدرش ندير لك دوسي يدير لك الطبيب تاع المستشفى. شحال كان في عمرها هذا الوقت؟ كانت عندها نقولوا 15 عام هكاك يعني كبرت. وهاد العوام كانت مريم تقرا وكانت تقرا. ايام منين هذاك كي بقينا نجرو عند هذا الطبيب يقولوا لها بن علي سكانر الميكرو ديت لها سكانر. كي درت لها سكانر هو اللي طلب لي قال لي واش دير واش دير. درت لها سكانر هي كي قلت له واش عندها قال لي العلفه الثامنه عندها فالته. حتى رجعت يعني 15 يعني. سنه باش قدروا يشخصوا لها واش عندها مريم. أيوة انا عندي 15 سنه عاد عرفت بلي المرض نتاعي باش من العمود الفقري. قال لي عندك العلفه الثامنه رايحت لك من بلاصتها. يعني الفقره الثانيه من العمود الفقري تاعك ماشي في بلاصتها ثامنه في الجهه نقول ماشي التحتانيه الفقريه اللي تجي في الرقبه. ايام من هذاك شخص دارنا دوسي هذا دكتور مستشفى تاع تلمسان. ايا كي درنا قالنا باش تمشيو هنا جينا باش نجيو هنا للجزائر العاصمه باش نديوه للمستشفى مصطفى باشا. ايا كي هذا الزوج ديالي جابه لهنايا. ايا كي هذاك ما كانت محاوله فاشله. نقول لك اخت الفضيله كيفاش محاوله دارت عمليه؟ لا للاسف ما استقبلوش البريزون شارج مبلع. داكور ما قدروش يستقبلوها في المستشفى. كان عندي حلم هذاك الحلم تحطم. كيفاش علاش تحطم مريم؟ سما كانت عندي حلم باش الدوله تساعدني باش نروح ندير العمليه. كي بلعوا لي الباب في وجهي صاي فقدت العمل. انا من ناحيه باش ندير بالدراهم ما نقدرش. انا انسانه زواليه. اي فقدت الامل بصح من بعد عاود قلت لا مريم ما لازمش تفشلي قعدي تحاولي. قعدت نحاول يا ما ناس وعدتني وخالفت الوعود يا ما جمعيات وعداتك انك تجمع لك المبلغ المالي باش تداوي المبلغ. يا ما جمعيات طرقت بابها بلعت لي الباب في وجهي صح. جامي فقدت الامل. جامي فقدت الامل وعلى هذا الشيء اللي خلاك انك تكوني اليوم معنا هكذا مريم. حتى لحد الان لحتى العام اللي فات ربي فتح لي باب ولقاني بجمعيه الفردوس. اللي نشكرها جزيل الشكر هو خويا قايد عبد النور اللي وقف معايا بارك الله فيه ودار لي ان دوسي ميديكال وبعته لي لتركيا والحمد لله عطوني نجاح. قالوا لي عندك الامل باش تتعالجي. اي ودروك كي جات لي المبلغ انا 500 مليون لا غالب ما قدرتش نجمعها. نقدروا ان شاء الله احنا نجمعوها يقدروا المحسنين ان شاء الله يحيديروا اليد في اليد اللي راهي تشاهد فينا انه ما يبخلوكش بالمساعده على مستوى تلمسان. ربما المنطقه اللي كنت تسكني فيها ما يعرفوكش بزاف اليوم راح يعرفوك 48 او 47 ولايه. انا جيت هنا باش نبان عبر الشاشه باش نقدم نداء نتاعي للشعب الجزائري خارج الوطن وداخل الوطن من ولايتي خارج ولايتي من بلديتي خارج بلديتي باش يديروا اليد في اليد ويعاونوني وينقذوني لاخاطرش راني نموت في صمت.
حياة، راني في حياة، راني نعاني، ما نقدرش نصور لكم، خاصة ترى عندي ضيق التنفس. كي تعاني من ضيق التنفس مريم، هاد الحالة اللي وصلتي ليها ربما ماكيش نفسي مليح هكذا. سببت لي ضيق التنفس، صح الجلوس على الكرسي تحملته، بصح ضيق التنفس ما تحملتهاش. ان شاء الله يروح مريم، ان شاء الله من اليوم يروح. ان شاء الله مريم. الناس راه تبت، الناس راكده وانا نبات نتألم. ما عشت طفولتي وقلت معليش، ما عشت حياتي وقلت معليش، بصح باش نموت في صمت ما قدرتش. ان شاء الله ما تموتيش في صمت. ان شاء الله يا ربي. عندي امل كبير، عندي امل كبير في الشعب الجزائري. ان شاء الله. باش يدير، باش يعاونني. ونروح ندير عمليتي، ما عندي حتى حلم، حلمي نبرة ونولي إنسانة طبيعية، الأقل ولي نتنفس كعاد البشر. حلمك ماشي مستحيل، لأنه رب العباد موجود. مريم أنا كي جيت لمست فيك، قلت لك أول حاجة قلتها لك مريم، قلت لك أنه لمست فيك واحد القوة عندك، واحد الشجاعة. شوف لو كان نحكي لكم المعاناة، محمد طلقت لي، لو كان نحكي لكم المعاناة اللي عشتها ما تصوروهاش. الناس يجوا يعطوك أمل ومن بعد يروحوا يخليوك، من بعد يعاود يوعدوك ويروحوا يخليوك، بصح جامي فقدت الأمل. نطيح بصح نعاود نوض نقول مريم لا لا، لازم تعاود توقفي على رجليك. لازم، وهذا ما نطلبوه مريم، لأنه ربما هذوك وعدوك وراحوا هكذا وراحوا. مشاهدي قناة الحياة الجزائرية وأوفياها ومحسنين اللي راهم يتابعوا فينا، أكيد ما راحوش يوعدوك ويروحوا، أنه جيتي من هذا المنبر وشفناها كثيرة، أنه تجسدت هذه الحالات، تجسدت أنه كان فيه مساعدات، كان فيه ربما أمراض مستعصية أكثر من المرض ديالك مريم. وبرا أنا اللي شجعني، شفت ناس جاو لهاد العيسى وعندهم أمراض جد خطيرة ومبالغ كبيرة وما فقدوش الامل، وجاو داروا النداء نتاعهم وصحوا وجمعوا المبلغ وداروا عمليات ونجحوا، وراهم لاباس عليهم. انا هذا هو الشيء اللي شجعني باش نستمر في الحياه. لازم تشجعي ولازم يكون عندك انا صح الطب كاين اللي قطعوني الامل هنا في الجزائر، بصح انا قلت لا لا، ربي حنين كريم. صحيح، ربي اللي الحمد خلق لله. ربي كي يبغي يدير حاجه كن فيكون، بالكاف والنون كن فيكون. ديري في بالك مريم اختي، المبلغ هذا حنا يبان لنا صح يمكن بزاف، إيه بالنسبه ليا خيالي. الناس يشرو به طوموبيل برك، صح. فهمتيني؟ شوفي كاين بزاف محسنين، بزاف جزائريين يحبوا يطوعوا، يحبوا يمدوا، يمكن يقول لك انا ما على باليش نمد، لا بلوبار ساعات نحب نمد وما كاش وين. خاصه هذه الحصه راح تسمح يمكن درهم هذوك واحد كيصدق وتكون صدقة تاعو ان شاء الله مقبوله، تروح عند الناس اللي صح محتاجينها. خاطر انسان ما لقاش ياكل يمكن ما كاش جزائري اللي يموت بالشر، حتى وان كان نهار يجوز بالعشاء ولا، بصح يلقى باش. حاجه بكم بعينكم، انا انسانه يتيمه ما عنديش الاب اللي يوقف جنبي. حنا انا واقفين جنبك، حنا خاوتك. عندك الله يبارك يسبع وماماك، وحنا رانا كاع هنايا. ديري والو في بالك، ان شاء الله كلش راح يتحسن. حنا رانا واقفين قدامك، واليوم راح يكونوا عندك اباء مريم اللي راهم يشاهدوا فينا عبر قناه الحياه الجزائريه. سيده رانيا قالت كلمه شابه، انه 500 مليون واحد هكذا عادي ولا موظف عادي تبان له حاجه كبيره، ولكن الناس تشري بها طوموبيل. انا نعرف ناس شرت بها خاتم ومزامو عادي كونها عندها لاباس بها. حنا دائما هنا من المنبر نكون وسيط بين هاد الناس والناس كذلك اللي تحب تدير الخير. وكاين ناس كما قلتي سيدتي، انه في ناس تحب تدير الخير وما تلقاش، وفي ناس كذلك لك عندها دائما كل سنه انها مبلغ مالي تخرجوا وما تعرفش لمن تمدوا. انه كاين ناس محتاله يستعملوا الاحتيال، وهذه تحطي فيهم يستعملوها كمهنه يخسروها على ناس واحد اخرين. كما كاين ناس لا كاين ناس صحيح انها تحب التعاون، وكانت هذه الجمعيه ربما ولا هذا القائد الجمعيه رانا شفنا انه يعني حمل الميكرو. هذا رئيس جمعيه الفردوس قائد عبد النار، نشكر جزيل الشكر، هو اللي فتح لي بابه سيموح، وخويا سيموح عمري اللي ما ننساش بسببه وسبب المجهودات نتاعو. انا راني هنا امام الشعب الجزائري، نشكر جزيل الشكر، هادو هما اللي فرحوني وعطاوني الامل في الحياه. وحنا كذلك نشكرهم لانهم راهم يديروا الخير بالطريقه اللي يقدروا عليها، بالمواية اللي يقدروا عليهم، لانه الخير مريم انواع هكذا مريم. صح
أنواع هو قدر أنه يوصل حتى لهنا بالكلمة الطيبة. سيدة رانيا كذلك أنه على بالي باللي سيدة مريم فرحتي اليوم كي شتي. والله غير أني فرحانة وخاصة وجهكم منورين. يعيشك مريم وحنا والله فرحنا بك. تكونوا فال عليا خير إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. قالت لي باللي كي جيت لهنا الجزائر العاصمة راني عندي واحد الفرح. والله العظيم اللي قالت لي عندي واحد الفرح. ومشيت ومشيت زرت رياض الفتح. مليحة مع الخطوات. ان شاء الله الاولياء والصالحين تاع البلاد يعني ان شاء الله يدعوا لنا ان شاء الله من هذا المكان حياتي تتبدل ان شاء الله باذن الله ونعاود ونجدوا نداء مريم اللي محتاجه الى عمليه جراحيه تقام في فرنسا تكلفتها 500 مليون سنتيم. راني اليوم نخلط بين الحالات لاني منين ذاك نتاثر ومنين ذاك يعني والله انا كي نشوف حالات كيما هذه والقوه والشجاعه اللي عندهم نقول نغيص ربما نستغرب نقول الحمد لله ونقول كذلك انه هاد الناس ربي كيفاش عطيهم هاد الشجاعه وهاد الامل. حنا يصرى لنا حاجه مشكل صغير نبداو نتدمروا. انا كلشي تحملته الطفوله تاعي ضاعت. ما نقولوش ضاعت مريم. القرايه كانت قرايتي ضاعت. كنت تلميذه مجتهده 14 سنه وانا على هاد الكرسي وقلت الحمد لله هذا قضى وقدر من ربي سبحانه. بصح كي لحقت ضيق التنفس. منين ويجيك هذا ضيق التنفس مريم؟ ما قالوا لك شنو؟ دروك راه السكوليوز كي ظهري عواج ضيق ولات لي بومو تاوعي مش كيف كيف ما يخدموش كيف كيف وحده طالعه غير متوازيه متوازنين وخاصة في الليل ما نصور لكمش الادب لا يا الهي يا الهي ما نصور لكمش اخوت مريم ان شاء الله من اليوم يروح لك هذا العذاب هكذا وربي يعوض الله سبحانه وتعالى لما عوض ينسك في السنين كامل اللي فاتوا هكذا مريم انا نقول لك ضلي متماسكه في هذا في هذا هذا الامل متماسكه في الامل وراه عندي كما نقول امل في الحياه ما باذن الله احلامي ضاعت ما ضاعتش امل مازال كي شابه عندك 34 سنه راكي عايشه على وجه الارض حاجه ما تضيع صح ممكن اون غوتار مي بصح باش تقولي ضاعت حاجه ما تضيع ان شاء الله باك تبرينا وترجعي بخير وتجي تشوفي رياض الفاتحه لرجليك بلا كرسي تطلعي في هذوك الدروج وتاخذي خويا عمر السيمو قلت ان شاء الله النهار اللي نعاود نرجع نجي ان شاء الله على رجلي باذن الله باذن الله بعد ما ديري العمليه ديالك اللي قلنا نعاودوا نذكروا انها في تركيا وتكلفتها 500 مليون سنتيم نعاودوا نذكروا كذلك بالرقم ديالك مريم هكذا كي حفظتي ولا نعيدوا انا 07 90 46 77 41 اعيد 07 90 46 77 41 اختنا مريم راهي محتاجه الى عمليه جراحيه باش تنوض على رجليها باش تنحي هذا الكرسي المتحرك هكذا مريم وتمديه وتزيدي تدي اجر هذا الكرسي امام الشعب الجزائري راه عندي كرسي متحرك يتمشى بالكوموند عطاتوني الدوله راني نتمنى من ربي ان شاء الله لو كان نبرا ونوقف على رجليا غير نمدي في سبيل الله ان شاء الله هذا وعد مني من هذا المكان ان شاء الله والله غير وعد شوفي سيده رانيا سبحان الله يعني ناس تلقايها قيسها قيس روحها الهم اللي فيها وهكذاك وتحوس دير الخير وهكذاك وتحوس تعاون واحد اخرى هذيك هي الثروه تاعها هي هذيك هي الثروه تاعها هذاك اللي سمح لها باش تمشي باش تحرك على الاقل هي تقول لك اغلى حاجه يمكن تمدها هي الكرسي يعني مساكس خاودينا يعطيك الصحه ان شاء الله يا ربي ياخذ بيدك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فضيله ان شاء الله سيداتي امين عايشك مريم قولي لي واش راكي ديري في حياتك اليوميه والله ماني ندير والو غير الجلوس في الدار ما نقدر ندير حلمي هنا ما نقدر ندير والو خاطر ما نقدرش نجمع بزاف كنجمع بزاف داري وجاني إيه. انا الا جمعت معانات ولا ناس رقدت معانات إيه. حياتي راه معانات الظروف اللي رانا فيها هذه تاع الجائحه هذه تاع كورونا وقدرتي تجي يعني درك جيتي باغوت جيتي الطريق جيت في الطونوبيل طونوبيل وقدرتي والله يا اختي تقعدي 7 سوايع نظن ياك هكذا 8 سوايع مرات تركض 7 سوايع جيت من ولايه تلمسان دائره الغزوات وكنت عندي خوف كبير قلت يا ربي واش يوصلني للجزائر العاصمه الحمد لله ربي عطاني واحد الرحمه
أنا وراني حيرة في روحي، لأنه الله سبحانه وتعالى رحيم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على باله لما كما نقولوا حنا يدلك هكذا، على باله بلي راكي قادرة تحملي، ودائما يسخر لك كما نقولوا حنا طريق. كان عندي أم، كان عندي حلم باش نوصل لعندكم. مرحبا بك، وحنا حنا والله رانا فرحانين كونك راكي معنا اليوم. كنت باش نفوت مع فاطمة الزهراء زفان، لكن للاسف ظروفي ما ساعدتنيش باش نجي. عاود كنت باش نفوت مع سيدة عايدة. عايدة، واليوم راكي جلستي معايا اليوم، وهذا أن شرف ليا انك اليوم متواجدتي معايا باش ندي شويه اجر شويه معك مريم. هكذا انه على بالك، لانه على بالك الحاله ديالك هكذا، راكي تفتحي ماشي غير تفتحي تفتحي ابواب جنه لناس واحد اخرين عن طريقك، لانه ربي يسخرك لهاد الناس هادوما باش تفتحي لهم ابواب الجنه، باش كذلك كما نقولوا حنايا الام ديالك كذلك تدخل الجنه، لانه انا شفنا الام راكي تعاني هكذا سيداتي. والله غير تعبتها بزاف، والله غير تعبتها، ان شاء الله تسمح لي برك. شكرا على واجب بيان سور نوقف معاها. داك الاخر كما يقولوا حاشاكم الا خنز اللحم، كما يقولوا حنا بالعلميه يردهم عليه. صح، هذا هو الحمد لله. نشكر الاخ نتاعي اللي راه واقف معايا، نشكره كل لحظه لو كان مش هو وما نخرجش من الدار. ربي يشدهو لك، حنا نتكلموا معاها شويه. اهلا بك. اهلا بك عايشك. السلام عليكم، اشكركم على الاستضافه. انا الاخ نتاع مرابطه مريم. شغل اختي مازالتش هكذا، هي طاحت في صورها. وفي الحق هي اللي رباتني، هي اللي كانت توكلني وهي اللي كانت تشربني. وعلى بها ترد لها في خير. هادو كان شفنا نطيلت الاخر وشايد الميكرو لها، هذا ربما انه منها نقدروا نفهموا حوايج واحد اخرين واش راهي صرا ربما في البيت ديالهم كيفاش راك تعتني بها. هادو قال لك ربي باش يخلق عبد ما يضيعهاش، لو كان خلقني هكا باش نوقف معاها يد مساعده. ربي يخليكم لبعضاكم، ربي يقدرك. انا والله صون في بليزير ونفرح لما نشوف انه الخاوه متعاونين ما بيناتهم، نشوفوا لما يترافدوا ما بيناتهم، نشوفوا كذلك انه الام ما تسمحش في يعني هذه غريزه كما يقولوا، ما تسمحش في ولادها، نشوفوا انه كذلك انه فيه ناس مريضه وراهي شاده الامل، وراهي كما يقولوا حنايا عندها شجاعه. ربما انسان عادي ما عندوش هذه الشجاعه. نفرح ونأمل كذلك كل مرة أنه يكون فيه استجابة في الناس، أنه تعاون هاد الناس، لأنه على بالي كي تبرى مريم راح تبرى وكاملين. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله تبرى نعود في آخر العدد. جميع المؤمنين إن شاء الله. نعود ونذكروا برقم الهاتف ديالكم 0796 46 77 41. مريم أختنا مريم اللي جاتنا من الغزوات محتاجة إلى عملية جراحية تقام في تركيا، تكلفتها وحدها 500 مليون سنتيم بدون حساب انه تكاليف التنقل الى غير ذلك. على بالي انه المؤمنين مازالهم، على بالي انه الجزائريين دائما في الشده موجودين داخل وخارج الوطن. احنا نقدروا نقولوا انه مهمتنا نسبيا انتهت، جاء الوقت ليكم انتوما انكم توقفوا مع مريم. هكذا مريم انا نخلي لك كلمه الختام، الختام ليك تفضلي. اخر كلمه هاي للكاميرا. نشكركم جزيل الشكر على الاستضافه، ونتمنى من الشعب الجزائر خارج الوطن او داخل الوطن يساعدني باش نجمع هذا المبلغ وندير عمليتي. وتعاودي تجينا هكذا على رجلك، نروحوا في جوج للرياض الفتح ان شاء الله يا ربي. هكذا ان شاء الله، هكذا مام سيده رانيا تجي معنا ان شاء الله يا ربي. خلي هذه الابتسامه على وجهك. انا والله شوف ما رغم المعاناه بصح جامي ابتسامتي جامي خبيتها، عندي كيما نقولوا عندي امل في الحياه. كي نحط راسي هكا على المخده نقول مريم لا ما تفشليش، اكيد مادام كاين الامل، مادام الحياه مستمره، مادام عندي الامل في الحياه ان شاء الله. ان شاء الله طونك راكي هنايا، انا نقول لك ما قعدلكش بزاف، قعدي قويه قعدي شجاعه. نشكرك انك كنتي معنا اليوم. هكذا مريم ندعي لك اكيد بالشفاء، نقول لك دائما زيدي حملي غير شويه، ما قعدش قد اللي فات ان شاء الله يا ربي. تسمى هذا المرض ضيق التنفس ماشي حاجه سهله، صعب كثير كثير، ما نتمنى حتى الواحد. واخر كلمه نشكر جميع اللي عاوني وجميع اللي وصلني يعطيك الصحه وربي يحفظهم
وفيهم مرام يتمناو. امين يا رب. ومن احيا نفسا كانه احيا امته. كانما احيا الناس جميعا. ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سيداتي، شكرا لك اخي. ان شاء الله اكيد من هنا تكون فيه استجابه للنداء ديالكم. كذلك انا نشكر ضيفتي اللي كانت معنا اليوم. اهلا السيده رانيا لي، نشكرك كثير. لا شكر على واجب. هذا ابسط شيء نقدر نقدمه، ولا قدرت ندير اكثر ندير. ان شاء الله ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك وميزان حسنات كل واحد روحه بيعاون، لانه على بالنا انه النيه الطيبه انك تعاون الناس تحتسب لك عند الله حسنه. نقول لكم انا مريم عطتني واحد يعني واحد الطاقه ايجابيه نقدر نقول عليها، وصلتني وصلاتك سيده رانيا. اكيد نقول لكم قعدوا تفائلوا، لانه الغيوم لما تكثر اعرفوا باللي راح تمطر بعدها قريب. اكيد بهذا نكون وصلنا الى نهايه العدد اللي فات. العدد يلقاه في قناه اليوتيوب لقناه الحياه الجزائريه، وما تنساوش تواصلوا معنا عبر الرقم وعبر الصفحه الرسميه اللي راهم في خدمتكم طيله ايام الاسبوع. انا اقول لكم امسيه طيبه، نتلاقاو الاسبوع القادم. سلام. تفتح لك شهية لأنها 100% طبيعية، ما تطير منها حتى قطرة، وبزيادة بدون رائحة. طيبك عليه الهدرة. واش ديري تجي بنين مع إليو؟ طيبك زين. إليو الأفضل يجمعنا. قدم لكم هذا البرنامج برعاية